رأيي عن اللي هو المرض مرة كويس، سواء من اللي هو التنظيم أو الشركات الموجودة أو حتى اللي هو طريقة الكلام اللي هي استقبال الشركات للباحثين عن عمل. طبعاً هذه فرصة طبعاً ما تتفوت بإذن الله، ما حد راح يطلع من هنا لو هو راضي بإذن الله. جيت هنا اليوم عشان أشوف يعني إيش الشواغل المتاحة للصيادلة يعني في التوظيف، ولقيت هنا يعني خيارات مرة كثيرة وفرص يعني مرة كبيرة يعني، ويعني شركات جهات أول مرة حتى أعرف عنها وأسمع فيها يعني، فهذه فرصة جدا يعني ممتازة، وأنصح يعني كل حديثي التخرج يعني نحبين يلقون وظائف إنهم يجون هنا يعني. أنا أتطلع للحصول على وظيفة من هذه المعارض، والنظرة الأولية من هذا المعرض إن شاء الله يكون هناك وظائف للخريجين الحديثين وكذلك المتطلعين للحصول على وظيفة، وإن شاء الله يكون هناك الخير للجميع. المعرض هذا أفادني جدا من أقدر ألاقي وظائف من شركات كثيرة ما كنت داري عنها، لقيته كله متجمع في مكان واحد عشان أقدر أقدم عليها.